مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج موشات وأهم ما اهتمت به الصحافة المصرية الصادرة غدا وهتكون بين إيدين حضراتكم إن شاء الله. أكتر من موضوع، حرب مصر المستمرة على الإرهاب والمتلاحقة، الصحف بكرة تهتم بهذا الموضوع من أكثر من زاوية. أيضا الحديث عن الدولار واستمرار هبوط الدولار من الموضوعات المهمة في صفحات الجرائد بكرة، إلى جانب ملف كامل عن السينما المصرية ودور الدولة في الاهتمام بقوة مصر الناعمة. خلينا نبدأ مع حضراتكم من اليوم السابع، والعنوان: السيسي يستقبل رؤساء المنظمات الأمريكية اليهودية. التفاصيل تتحدث عن استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم لوفد من رؤساء المنظمات الأمريكية اليهودية، والوفد أعرب خلال هذا اللقاء مع الرئيس المصري عن تقديره الكبير لمصر قيادة وشعبا، وتحدثوا عن دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا تناولوا الجهود المقدرة في الحرب على الإرهاب والمواجهة الحاسمة لهذه الحرب، بالإضافة أيضا إلى التقدير لكل ما تبذله الحكومة المصرية من جهود للتعامل مع ما أسموها التحديات الاقتصادية بكل شجاعة. من جانبه الرئيس المصري أيضا أكد أن العلاقات المصرية الأمريكية علاقات ممتدة ومتشعبة وذات طبيعة استراتيجية، وأن المرحلة المقبلة ستتطلب تعزيز هذه العلاقات في كل المجالات. وأشار الرئيس المصري أن مصر تسير على طريق تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بخطى ثابتة. أيضا ما زلنا وحرب مصر على الإرهاب. اليوم السابع العنوان يقول: الجيش يواصل ملحمة دك جبل الحلال، حيث قال المتحدث باسم القوات المسلحة في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وأكد استمرار الجهود المبذولة من جانب القوات المسلحة في مداهمة البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية. أيضا تحدث عن مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني والمداهمات وتدمير عدد من البؤر الإرهابية بمنطقة جبل الحلال تحديدا بوسط سيناء. الحديث تفصيلا عن مواصلة الجيش لهذه الحرب في شمال سيناء ونجاح الجيش الثاني الميداني في اكتشاف وتدمير أحد الأنفاق الرئيسية على الشريط الحدودي بشمال سيناء، كذلك القبض على 8 من التكفيريين وتدمير 3 ورش لتصنيع العبوات الناسفة وحرق 15 مزرعة خشخاش بوسط سيناء. من اليوم السابع نذهب إلى المصري اليوم، والعنوان عن الترويج للمشروع النووي: مصر تبدأ الترويج للمشروع النووي السبت. مصادر داخل وزارة الكهرباء قالت لليوم السابع أنه الترويج للمحطة النووية المقرر إقامتها بمنطقة الضبعة في مرسى مطروح سيبدأ يوم السبت المقبل، وده عبر عقد مؤتمر عالمي هو الأول من نوعه. هدف هذا المؤتمر هو إبراز التأييد الشعبي لهذا المشروع أمام كل الجهات الدولية وتحديدا أيضا الخبراء الروس الذين سيحضرون هذا المؤتمر. اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أكد أنه جميع أجهزة المحافظة تستعد لهذا المؤتمر من الآن. من هذا الخبر نذهب إلى خبر آخر على صفحات الشروق، ورئيس توجو يصعد جبل موسى بالجمل، ده العنوان اللي على الشروق، والتفاصيل عن وصول رئيس توجو إلى مطار مدينة سانت كاترين، وكان في استقباله اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأيضا المحافظ السيد عبد الصادق رئيس مدينة سانت كاترين ومدير أمن جنوب سيناء. وبالفعل وصل الرئيس وصعد إلى جبل موسى ومعه عدد من المرافقين على الجمال، ورافقتهم عدد من الأطقم الطبية الكاملة من مديريات الصحة وعدد أيضا من الأدلة من البدو. والرحلة زي ما حضراتكم عارفين بتستغرق 3 ساعات في الصعود و3 ساعات في الهبوط، وهناك عدد من الصور لوصول الرئيس رئيس توجو تحديدا لهذه المنطقة وصعود جبل موسى. ما زلنا مع أيضا زيارات الجانب الدولي لمصر، والمصر اليوم تتحدث عن مديرة اليونسكو التي تتفقد ترميم رمسيس بعد 50 عام من إنقاذ أبو سمبل. خلال زيارتها لمدينة الأقصر حرصت مدير عام منظمة اليونسكو إيرينا بوكوفا على تفقد عدد من أعمال الترميم، وتحديدا ترميم أحد تماثيل الملك رمسيس الثاني بمعبد الأقصر، واللي تعرض كان للتدمير في القرن الرابع الميلادي إثر زلزال اجتاح البلاد في الوقت ده. بوكوفا أعربت عن إعجابها بما تم تنفيذه على ايدين المرممين المصريين من اعمال ترميم تجرى الان لاحد تماثيل الملك رمسيس الثاني بالصرح الاول لمعابد الاقصر، وايضا اكدت ان العمال المصريين بيمتازوا بالخبره وكانوا شاركوا في اعاده ترميم العديد من التماثيل تحديدا في البر الغربي بالاقصر.
من المصري اليوم وبوكوفا، والحديث ما زال متواصل عن الدولار. الوطن بتقول هيرمس تتحدث عن الدولار سيهبط إلى 14 جنيه ونص قريبا. التفاصيل عن مواصلة الدولار للتراجع خلال تحديدا تعاملات أمس في البنوك العامة والبنوك الخاصة. سعر الشراء كان ما بين 15.77 جنيه خلال نص اليوم، وفي بعض البنوك وصل ل 15.79 جنيه أو 15.75 جنيه للشراء. يعني تقريبا فقط ما بين 17 قرش و 24 قرش في البيع والشراء بعد ساعات من بداية التعاملات، ده وفقا لهذا الخبر في الوطن. أيضا حديث للوطن وتوقعات من جانب شركة المجموعة المالية هيرمس لاستمرار هبوط الدولار مقابل الجنيه المصري لمستويات ستصل ما بين 14 جنيه ونص و 15 جنيه خلال الفترة المقبلة. من الدولار نذهب إلى اليوم السابع، وهذا الخبر فيما يخص التعداد السكاني. العنوان يقول 4 ديانات في استمارة التعداد السكاني والمواطن يختار. استمارات التعداد السكاني اللي بيجهزها ويجريها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال العام الحالي كشفت عن وجود بند خانة الديانة بيختار منها المواطن اختيار ما بين 5 اختيارات وفقا للمكتوب في هذا الخبر. قائمة الاختيارات ما بين مسلم أو مسيحي أو يهودي أو ديانات أخرى أو غير مبين للرافضين الإجابة. بعض الناس بترفض الإجابة عن هذا السؤال. اللواء أبو بكر الجندي رئيس جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قال تحديدا أنه الإجابة عن خانة الديانة في هذه الاستمارات الخاصة بالتعداد السكاني اللي المواطنين هيقوموا باستيفائها خلال مرحلة حصر وعدد عد السكان هيكون اختيارية، يعني من حق كل واحد انه يرد على هذه الخانة او لا يرد، يختار ما يريد. وبيقول انه تم وضع هذه الاستمارات وفقا للمعايير والمفاهيم الدولية. ايضا اكد انه النتائج الوارده من اجابات المواطنين عن السؤال ده تحديدا لا يتم رصدها بشكل منفصل او اعلانها، وده شيء بيؤكد عليه سياده اللواء. اليوم السابع تتحدث عن ما اسمتها مفاجاه فتحي سرور يرفض الدفاع عن انور السادات. تفاصيل عن رفض الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الاسبق طلب النائب محمد انور السادات اللي تقدم ليه وذهب الى زياره قام بها لمكتبه الاسبوع الماضي، وطلب منه الموافقة على إعداد مذكرة قانونية كي يدافع بها عن نفسه أمام لجنة القيم بمجلس النواب على خلفية الوقائع اللي اعتبرتها اللجنة مخلة بواجبات عضو مجلس الشعب أو البرلمان. رئيس البرلمان الأسبق كشف تفاصيل هذا اللقاء وقال أنه استقبل النائب محمد أنور السادات في مكتبه الأسبوع الماضي بناء على طلبه، وقال أنه محمد أنور السادات طلب منه أو عرض عليه إعداد مذكرات دفاع بشأن عدد من القضايا، ولكن فتحي السور رفض هذا الطلب وأكد أنه حرية البرلمان في اتخاذ قراراته وأنه لن يتورط في ذلك على حد قوله، وقال له نصا زي ما مكتوب في اليوم السابع دافع عن نفسك. من هذا الخبر إلى خبرين خاصين بلقاءات ما بين وزير الزراعة ووزير الري. روزا اليوسف بتقول العنوان الصلح خير، عبد العاطي يزور البنا في مكتبه بالوزارة. تفاصيل الخبر في روزا اليوسف تتحدث عن استقبال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وكان معاه وفد أيضا مرافق ليه، وقدم له التهنئة بنسبة توليه حقيبة الوزارة، والبنا رحب بوفد وزارة الري وأكد أن الزيارة دي بتأتي توطيد العلاقات بين الوزارتين وبتعد بمثابة صفحة جديدة للعلاقات بين الوزارتين، وقال أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. وزير الزراعة قال أن في عدد كبير من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين وبتحتاج لاجتماعات ولقاءات مستمرة، وده هيصب في النهاية في مصلحة الفلاح المصري. أما الشروق فبتقول تضارب بشأن لقاء الصفحة الجديدة بين وزيري الري والزراعة. التفاصيل في الشروق بتقول أن التصريحات ما بين وزير الزراعة ووزير الري كانت متضاربة عقب الاجتماع أمس، وتحديدا بيتكلموا عن بيان أصدرته وزارة الري قالت أن اللقاء تطرق للتجربة البحثية لزراعة القمح بالتبريد، وأن الوزيرين اتفقوا على أهمية التنسيق والتعاون بين المركز القومي لبحوث المياه ومركز بحوث الزراعية في التجربة دي تحديدا، في حين أنه بيان وزارة الزراعة وفقا أيضا لجريدة الشروق قال أنه نقل عن الوزير أنه لم نتحدث من بعيد أو من قريب عن تجربة القمح الجديدة، وأن الاجتماع ده يهدف في النهاية إلى القضاء على أي خلاف. يعني هذه التجربة هل تم بحثها بين الوزيرين ولا لا، وهل سيتم التوصل لحل نهائي نعرف هل هذه التجربة سيستمر العمل بها أو هي ما زالت تجربة ولم نصل لنتيجة بعد أو سيتم إلغائها تماما؟ حتى هذه اللحظة الأمور ليست واضحة فيما يخص مسألة القمح بالتبريد.
أيضا من هذا الخبر ما زلنا مع روزا اليوسف، والعنوان يقول: بيان عاجل بخصوص إهدار أموال مخصصة لمستشفيات الأزهر. النائبة دكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب تقدمت ببيان عاجل ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اللي يعني استلم منصبه مؤخرا دكتور خالد عبد الغفار، وهي بتقول انه طلب هذا الطلب بسبب تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية اللي هي وصفتها بالصارخة، اللي أدت لإهدار أموال كانت مخصصة المفترض لمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر الشريف، وأدت هذه المخالفات لانهيار الخدمات الطبية المقدمة للبسطاء والفقراء المترددين عليها. وتحديدا قالت ان التقرير ده رصد في الفتره من اول يوليو 2015 لاخر يونيو 2016 انه احدى هذه المستشفيات، وهي مستشفى باب الشعريه الجامعي، حمل الموازنه العامه اعباء ماليه كبيره كان يمكن تجنبها على حد وصف التقرير. وايضا بيقولوا ان قيمه ما امكن حصره من هذه المخالفات حوالي 201,000 جنيه نتيجه تعاقد لصيانه بعض الاجهزه بالعمله الاجنبيه. وفقا للتقرير ده ادى لزياده قيمه الصيانه بالجنيه المصري خلال سنوات التعاقد. من هذا الخبر لخبر اخر وقانون حمايه المستهلك، اليوم السابع بتقول: 5 سنوات سجن للمحتكرين في قانون حمايه المستهلك. الحديث على لسان اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حمايه المستهلك، اللي بيقول ان اللجنه الاقتصاديه في البرلمان الان بتواصل مناقشه مواد قانون حمايه المستهلك الجديد، والهدف هو تفعيل دور الرقابه على الاسواق ومواجهه ايضا الاعلانات المضلله. وبيتحدث تحديدا عن بعض البنود في هذا المشروع للقانون الجديد، انه بعض البنود بتتحدث عن انه حقيقه المواطن انه يرجع السلعه بعد اسبوع من شرائها بغض النظر اذا كان فيها عيب ولا لا. ايضا يتضمن الحديث عن تغليظ العقوبات على من يحتكر اي سلعه بهدف رفع سعرها، وانه الحبس سيكون فيها من 3 سنوات ل5 سنوات تحديدا. بهذا الخبر هنخرج لفاصل سريع، نرجع بعده ونتحدث مع حضراتكم ونستكمل اهم الموضوعات اللي اهتمت بيها الصحافه اللي هتكون بين ايدين حضراتكم ان شاء الله بكره، ونعود وخبر عن التنميه المحليه ووزير التنميه المحليه، ولكن بعد هذا الفاصل انتظرونا. رجعنا لحضراتكم واستكمال هذه الحلقة في مانشات، ونعود والمصري اليوم، والعنوان يقول: وزير التنمية المحلية يبدأ مهام عمله من أفقر محافظات مصر. التفاصيل تتحدث عن إمهال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الجديد لقيادات في محافظة أسيوط 3 أشهر فقط لحصر المشكلات وإعداد قاعدة بيانات وخريطة معلومات تحديدا لكل ما تعاني منه المحافظة، وده تشديدا على تعليمات وتوجيهات من جانب الرئيس المصري وأيضا كل أجهزة الدولة اللي بتضع ملف تنمية الصعيد في مقدمة اهتماماتها. أضاف أيضا في أولى جولاته الميدانية في أسيوط تحديدا أن الصعيد بيملك الرجال القادرين على تنفيذ كل الخطط التنموية بما يملكونه من حماس. من هذا الخبر نذهب إلى خبر آخر وعلى صفحات الشروق والحديث عن السياحة المصرية. تقرير لفرانس بريس: زيادة في أعداد السائحين لمصر من أسواق اليابان وأوكرانيا والصين. التفاصيل تتحدث عن تقرير للوكالة وكالة الأنباء الفرنسية اللي بيتحدث عن أن قطاع السياحة في مصر بدأ يتعافى في الأشهر الماضية، ما يمنح العاملين فيه املا بهذا القطاع اللي بتصفه الاي اف بي انه تعرض لضربه قاسيه جراء عدم الاستقرار السياسي، وخصوصا ايضا تحدثت عن الهجوم اللي اسقط طائره روسيه فوق سيناء عام 2015. العديد من وكلاء شركات السياحه قالوا لوكاله الانباء الفرنسيه ان الارتفاع في اعداد السائحين بشكل ملحوظ بدأ منذ أكتوبر الماضي، وتحديدا كان الحديث عن أسواق السياحة من الصين واليابان وأوكرانيا. أيضا يستكمل التقرير على وكالة الأنباء الفرنسية، ويستشهد بحديث الناطقة باسم وزارة السياحة المصرية السيدة أميمة الحسيني اللي قالت لوكالة الأنباء الفرنسية أنه هدفنا هو الوصول ل 10 مليون سائح، وهناك فقط الشرط الوحيد هو أن ترفع روسيا والمملكة المتحدة للحظر على السفر لمصر، وأن هناك مفاوضات جارية، وبتقول نأمل أن يتم حل هذه القضية في أسرع وقت. الأرقام الرسمية بتقول أن السياح الروس والبريطانيين
بيشكلوا حوالي 47% من اجمالي السياح اللي زاروا مصر ما بين 2014 و2015 تحديدا، و62% من هؤلاء السياح كانوا بياتوا الى مصر جوا تحديدا بيذهبوا الى شرم الشيخ. مع بدايه فبراير 2017 اربع دول اوروبيه رفعت بالفعل الحظر على السفر لجنوب سيناء، وهم الدنمارك السويد والنرويج وفنلندا. من هذا الخبر نذهب إلى خبر آخر على صفحات اليوم السابع، والحديث عن عمر عبد الرحمن. العنوان يقول: أسرة عمر عبد الرحمن تتقدم بطلب رسمي للخارجية لاستعادة جثمانه. التفاصيل بتتحدث عن تقدم أسرة عمر عبد الرحمن اللي توفي أمس داخل سجن أحد السجون في الولايات المتحدة الأمريكية، وده خلال تقضيته لعقوبة السجن لمدة مدى الحياة بعد إدانته بتهمة التخطيط لتفجيرات مركز التجارة العالمي في نيويورك. والأسرة قدمت طلب رسمي للخارجية المصرية من أجل استعادة جثمانه من الولايات المتحدة الأمريكية. محمد عمر نجل عمر عبد الرحمن قال في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه الأسرة تقدمت بطلب للخارجية المصرية لتقديم طلب رسمي لاستعادة جثمان والده للتأكيد ويكون الأمر بشكل رسمي. وقال أن احنا بنتواصل مع محامي عمر عبد الرحمن في الولايات المتحدة، وهو أبلغنا بأن الجهة الوحيدة المنوط بها تقديم هذا الطلب لاستعادة الجثمان هي الخارجية المصرية، ولذلك تقدمت الأسرة بهذا الطلب للخارجية المصرية. ما زلنا مع اليوم السابع وصفحة كاملة تتحدث عن السينما المصرية. الصفحة مقسومة جزئين، الجزء الأكبر لتحقيق بعنوان لماذا تخاصم الدولة الشاشة الفضية، والجزء الآخر مقال للكاتبة علا الشافعي. التحقيق أو الفتح فكرة التساؤل لماذا تخاصم الدولة الشاشة الفضية، ملف إعمار السينما المصرية تم فتحه من جديد، وعودة القوى الناعمة لمصر وتفعيل دورها التنويري والثقافي. وهناك سؤال بيتم طرحه على صفحات اليوم السابع: متى تتحرك الدولة لبناء مدينة السينما بالاشتراك مع المستثمرين؟ وأيضا متى ننتبه لاستخدام هذا السلاح المهم لزرع الأفكار الصحيحة بشكل أفضل؟ أسئلة تم توجيهها لعدد من السينمائيين وأيضا رجال الأعمال والمسؤولين عن هذا القطاع في مصر، والإجابات جت على لسان تحديدا الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، وقال أنه هناك استراتيجية جديدة للدولة بما فيها وزارة الثقافة، وأن هناك قرار برفع الدعم من 20 ل 50 مليون جنيه، وده دليل موافقا لوجهة نظره على اتخاذ خطوات جدية لتصحيح أحوال السينما. أضاف أيضا مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما أن الخطة دي ستشمل إنشاء الشركة القابضة للسينما اللي هتختص بإدارة أصول السينما المصرية ومعاملة المنشآت السينمائية كمعاملة المصانع. خدوا اليوم السابع وجهة نظر الحقيقة كمان رجال أعمال ونقاد. المنتج السينمائي محمد العادل بيتكلم على أنه من وجهة نظره الأهم من بناء مدينة السينما هو الاهتمام ببناء دور عرض جديدة على مستوى الجمهورية كلها، وبيقول السوق بيحتاج حوالي 500 دار عرض موزعة على جميع محافظات الجمهورية وليس في عدد فقط من المحافظات الكبيرة. وبيقول في كل محافظة لابد أن يكون هناك ما لا يقل عن 10 أو 15 دار عرض، وبيقول أن الصعيد لا يوجد به أي دور عرض ولا يصح أن تكون نصف مصر لا يوجد بها أي سينمات. من جهته رجل الأعمال محمد منظور تحدث عن أنه السينما أسماها أنها من أهم الأسلحة اللي يجب أن تستخدمها الدولة في مواجهة الإرهاب وتصدير أيضا صورة إيجابية محترمة عن الدولة في الخارج وفي الداخل. وأضاف أنه دور رجال الأعمال هو أنه يساعدوا الدولة، وبيبدأ بعمل مبادرة يمد يده لها رجال الأعمال، وأنه بيقول أن الجميع لديه استعداد للتكاتف حول قوة مصر الناعمة، ولكن بيقول أن احنا بنقف مكتوفي الأيدي لأنه لابد من وضع قانون مختلف لصناعة السينما بيعتمد بشكل أساسي على التخلي عن ما أسماها البيروقراطية اللي بتؤدي لدمار، وهي أول سلبيات هذه الصناعة من وجهة نظره. أما الكاتبة علا الشافعي فكتب مقال في نفس الصفحة مسمياه السينما يا حكومة تاني وتالت وعاشر. بتتحدث عن أنه بتسأل لماذا الآن، السؤال بيفرض نفسه لماذا الآن نعيد طرح التساؤلات حول علاقة الدولة بالسينما، ولماذا الآن نتساءل عن الغياب اللي هي أسمته متعمد للدولة في رعاية الفنون، ولماذا هي بترى أن الوعود كلها بتذهب هباء وكأنها لم تكن، وكل حكومة جديدة بنضطر مرة أخرى أن احنا نبدأ كسينمائيين من الصفر.
وبتتكلم على انه الحال هو الحال والمشهد متكرر ولابد ان تتغير تفاصيله على مدى الاعوام المتتاليه والحكومات المتعاقبه. وبتقول انه السؤال حول انشاء مدينه متكامله للسينما هو حلم لا يعرف احد امكانيه تحقيقه رغم ما اسمتها بالوعود والحديث المرسل عن مشروعات كبرى للنهوض بالسينما. ما زلنا مع السينما ولكن السينما العالميه. الشروق بتقول متطوعو الخوذ البيضاء سيحضرون حفل الاوسكار. تحديدا الحديث عن متطوعين الخوذ البيضاء اللي هم موجودين وعدد من السوريين كان في شك ان هم هيحضروا مهرجان او جوائز الاوسكار بعد قرار دونالد ترامب بمنع عدد من بعض الدول من دخول الولايات المتحده الامريكيه، لكن حكم محكمه الاستئناف الامريكيه انصف زي ما بتقول الشروق متطوعي الخوذ البيضاء السوريين وحصلوا بالفعل على التاشيرات للسفر وهيدخلوا عشان يحضروا حفل توزيع جوائز الاوسكار اللي بيشاركوا فيه كمجموعة في فيلم وثائقي عن ما يجري في سوريا. المجموعة دي مجموعة بدأت العمل وهم عدد من المسعفين المتطوعين وسمي بالخوذ البيضاء عشان كانوا بيلبسوا الخوذ البيضاء. بدأوا العمل في 2013 ومتطوعين من الدفاع المدني تحديدا من 2014 تم تسميتهم بهذا الاسم علشان بيتحركوا داخل سوريا و في محاولة لإنقاذ ما يجري الآن والشعب السوري من ما يجري من ويلات. خلينا نذهب أيضا إلى خبر رياضي من الشروق من اليوم السابع عفوا. العنوان بيقول البدري يطلب تدعيم 4 مراكز في النادي الأهلي. الحديث على لسان حسام البدري مدير الفني للنادي الأهلي اللي بيتكلم عن بعض الملامح لصفقات فريقه في انتقالات الصيف المقبل. بيتحدث عن أنه سيكون هناك أو محتاج لظهير أيسر ومهاجم سوبر ومساك وديفندر وغالبا هيكون إفريقي. والحديث أيضا أنه يرغب في ضم عمرو مرعي وهو مهاجم إمبي اللي كان في إعلان من جانب النادي الزمالك عن الرغبة في ضمه في الصيف المقبل. وأيضا وفقا للخبر الأهلي غالبا من أبرز النوادي اللي هيكون مركز معاها عشان يبقى في منها عدد من المهاجمين نادي سان داونز الجنوب أفريقي. أخيرا والموضوعات الأكثر قراءة من مواقع الإلكترونية، المصري اليوم اهتم عدد من القراء بتقرير سبوتنيك أنه 23 فبراير هو موعد عودة رحلات الطيران ما بين مصر وروسيا، في حين أن روزا اليوسف اهتم القراء فيها بلقاء المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة مع أعضاء مجلس النواب. لهنا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من موشات. أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير وحلقة جديدة الساعة 2:30 بكرة والصحافة العالمية والعربية. دمتم في أمان الله.